كله صار بينات وتفلشت مدارسنا، راح نمشي مسافات طويلة لحتى نوصل للمدارس ونكمل التعليم. المسافة بين منازلنا، نحن كانت لنا مدارس بالقرب من منازلنا وتعرضت للهدم والخراب من قبل العصابات التي دخلت إليه. المسافة بعيدة جدا ونحن نسير على الأقدام، ليس هناك وسيلة نقل، نعاني يعني المسافة تقريبا 2 كيلو، لكن نحن مصرين على رغم هذه المأساة أن نقدم الأفضل والنجاح والمثابرة من أجل بناء وطن مزدهر. رغم هذه المأساة اللي يعانيها الطلبة بسبب بعد المسافة، إلا أنهم مصرين على الاستمرار والنجاح والمثابرة، ومثل ما قلت يعني إحنا بدورنا نشد على أزر الطلبة من أجل استمرار العملية التربوية، نتمنى النجاح للجميع. لأنه يتأخر عن حضور المحاضرة بسبب بعد المسافة اللي هي لا، حتى وسائل نقل ما كنت تنقلهم من ذيك المسافة إلى هاي المسافة، لا، فالطالب يأخذ هاي المسافات سيرا على الأقدام من أجل الوصول إلى الهدف اللي هو يسعى له اللي هو التعليم.